يا حلاله خلونا نواصل جولتنا خلال هذا اليوم في محلة الميصة في قضاء الزبير ونتعرف على المزيد من التفاصيل والعادات والتقاليد الخاصة بأبناء الزبير خلال أول يوم عيد أضحى. هاي التقاليد أبا عن جد تورثت من أهل الزبير لليوم. هاي الميصة العيد بها الصبح والناس تلتم أخوان يسمونها عيد تبادل، كل واحد يأكل من الثاني من لقمة الثاني. نعم. على موشينو يصير تخوة وطعم بيناتهم الأكل والزاد والملح. اليوم يعني هاي العادات اللي توارثتوها عن الأجداد وعن الآباء بصورة عامة، خلينا نحكي في تفاصيلها على وجه التحديد، شنو تمثل بالنسبة لكم؟ يعني احنا شفنا انه هاي الناس تطلع الأكل من كل بيت ويتجمعون بمكان واحد ويأكلون. بعد تشوف كلها أخوة هاي ومحبة وأخوان، يطلع عيد ويا أخوانه يطبخ ويخسر ويحطه ويأكلون. شوف أنت شفت الأكل ما تأكل من صحنك، كل واحد ياكل من صحن ثاني لقمه لقمه، يصير تبادل الاكل بيناتنا، يصير الزاد والملح، الخوه يعني على المشاكل، عم تعرف بعد كل شيء، تعرف المنطقه حلوه هاي ما بيها لا مشاكل ولا شيء، كلها اخوان. اكو قد عادات وتقاليد عندكم تغيرت خلال الفتره هاي؟ صار عندنا تغير، تدري انت الوضع تغير، تغير كل شيء، بس هاي العاده ثابته، اكو يعني مستحله صار ما انقطعت. مهما صار ما انقطعت هاي العاده. كل الاعياد عيد الفطر عيد الفطر عيد الاضحى كل شيء. هسه بعد شوي يروحون، واحد يروح البيت الثاني عيده ورا الغيوب، واحد يروح البيت الثاني عيده ويشوف اخوه ويسلم عليه صاحبه يشرب عده شاي والشربات ويطلع. عود عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه. الله يعافيك ان شاء الله، والسنه الجايه نجيكم كل سنه ان شاء الله تجونا، وان شاء الله يصير لنا اكثر. الله يسلمك، شكرا جزيلا، حياك الله. مشاهدينا الكرام، نستمر بجولتنا في محلة الميصة حتى نتعرف على المزيد من التفاصيل والأمور الخاصة بأبناء هذه المنطقة. خلونا نستمر بجولتنا في داخل منطقة الميصة. السلام عليكم. أهلا وسهلا، يا مرحبا، أهلا وسهلا، أنتم بخير، الله يعيد عليكم بالصحة والعافية. والسلامة والعافية، وربي يحفظكم إن شاء الله، ودائما تكونون سباقين في نقل الحدث، وهذا شيء هذا جميل. هذا واجبنا. نعم. وصراحة وهاي العادات والتقاليد. نعم. الحلوة. نعم. الجميلة اللي. نعم. يعرفون بها دائما. نعم. أهالي قضاء الزبير هذه العادات يسمونها المعايدة. نعم. طبعا هذه مستمدة وتراث قديم مستمد، الهدف منه هو التآلف بين أبناء المنطقة الواحدة. نعم. هو مو القصد الأكل، وكذلك أيضا أكو جانب ثاني. أي. جانب الطهو، الناس تشوف تذوق، كل شخص يروحون يذوقون طعامه حتى يصير تفاخر بين الناس وشلون كذا، وكذلك حالة الزعل اللي تصير بين الناس الموجودة في المنطقة، نوبات يعني يصير حالة زعل، فهاي الحالة شلون تنتهي؟ تنتهي بهذه الأماكن. تكون فرصة لتطيب الخواطر. نعم، تطيب الخواطر، نعم، نعم، نعم. أصل هاي أصلها الزبير، أصلها الزبير. نعم. وأخذوها للسعودية، أخذوها استمدوها، لكن أصلها الزبير، وهي عادة قديمة يعني وليست الآن يعني. نعم. قديمة جدا يعني، على حد ذكري أنا أتذكرها من الستينيات يعني. أي. اللي قبل الستينيات، وهاي كانت قديمة، وكان هناك شخص ينطي إعاز. نعم. للناس حتى يبدون ب الأكل. أنا يعني صراحة حسب ما سألت قالوا أنه أحد الدواوين الموجودة في هذا المكان قديمة. نعم. جدا. نعم. كانت هي صاحبة هاي الخطوة والمبادرة. والله هي صح، كانت الديوان هاي اللي أمامك الآن ديوانية الدهلوس، كانت ديوانية الدهلوس هي الديوانية اللي تجمع هاي، لكن تعرف الأعداد تكاثرت. نعم. فما ممكن أن تكفي هذه. نعم. فسويناها هنا، وتشوف بعض الناس القائمين من هنا، واحد من اخواننا الاخ ابو داوود الحقيقه سوى مساعده بيناتهم وبلطوا هذا الشارع، تشوفه انت على حسابهم الخاص حتى تقام بهذه الشعائر. الحمد لله وشكرا، يعود عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه. يحفظك، يحفظ وجودك، يحفظ كل الاخوان اللي المساعدين لك، ونتمنى لكم كل الخير. واخيرا اقول لك انا الاستاذ علي الدودان من ثانوية الاتقاء الاهليه قسم اللغه الانجليزيه. يا مرحبا، انا وسهلا، حياك الله، انا وسهلا.